كرة من مخالفة محسن متولي، دفاع تابع ومذكور إلى الهدف. لا الهدف الأول، نعم جول، ذكر عبد الإله مذكور، فجاء الهدف مذكور أبعدها من خط مرمى أنس الزنيتي قبل خمس دقائق، مذكور على الكرة وجاب ركنية، مذكور استغل الركنية وخطأ من الحارس الدولي شريف إكرامي، مذكور يذكر هذا الفتى، فتجد الرجاء عاليا مسجلا خطأ فادح من شريف إكرامي، الكرة ما بين يديه لعبها في شباكه، رفعها من الأرض وعلاها فوق رأسه وكتفه لتنتهي في شباكه. يالو من هدف، هدف بالنسبة لحارس المرمى شريف إكرامي فضيحة، هي خارجة جابها ودخلها، هي أرضية علاها ورفعها، هي بعيدة قربها، هي ركلة زاوية. أوف يوسف أوباما مع الزمالك، هذه كرة أخرى لبيم مالانجو، يغطي الدفاع، وصلت لمحسن متولي والثاني جول، الثاني للرجاء، الثاني رجاوي من بين مالانجو بعد خطأ فادح في دفاع فريق بيراميدز، يستغله محسن متولي بلمسة بأسيست بالرأس لبين مالانجو، تمريرة حاسمة وصلت لبين مالانجو وضعته أمام المرمى، سدد بكل قوة، هكذا الكرة الأرضية الأولى، بين مالانجو تدخل دفاع لترتطم كرة علي جبر برفيقه أحمد أيمن منصور، ثم تعود لمحسن متولي وضع بالرأس لبين مالانجو وجها لوجه أمام المرمى، ضاعت يا بيراميدز كرة الهدف الأول، فجاءت الضريبة غالية والفاتورة باهظة بين مالانجو.